ازيكم شباب عاملين ايه؟ في ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اعمل ريفيو على الماوس، بس بما اني يعني راجل الخير كتير يعني يا جماعه والله العظيم يعني بدل الماوس 4 فانا قررت ان انا اعمل ريفيو عن ماوسين. ساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب القناه مره شفتني، يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اه صح يا جماعه، ده شكر خاص مني للمنتسبين بجد، انا عارف ان انتوا بتعملوا كده عشان تدعموني، فبجد شكرا جدا ليكم. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. والمواسين اللي هتكلم عنهم النهارده هما هايبر اكسبلس فاير كور وار او جي جلاديوس 2 كور. انا عارف ان الاثنين مش نفس الفئه السعريه، بس انت هتعرف اخر المقارنه انا ليه اخترت الاثنين. تعالوا بينا نبدا بالهايبر اكس. في البدايه كده تعالوا نتكلم عن شكل الماوس. والماوس بتاعنا بيجي باللون الاسود اللامع بتصميم متماسك. هتلاحظوا ان في نقشه من الجناب لتحسين المسكه، وارجل الماوس هتلاحظوا انها كبيره عشان تساعد على سرعه الحركه. البكره عليها طبقه من الرابر، وهتلاحظوا ان الماوس ما فيهوش ار جي بي غير من قدام بس، علامة هايبر اكس. اما بقى لو هتكلم عن محتويات العلبة، فالعلبة ما فيهاش اي حاجة غير الماوس والضمان والمانوالز. بعد ما خلصنا كلام عن شكل الماوس والعلبة، تعالوا بينا نتكلم عن مواصفات. الماوس بتاعنا بيجي بسنسور من بيكس ارت 3327، واقصى سرعة تتبع بيوصل لها 220 اي بي اس، والبولينج ريت بتاع الماوس 1000 هرتز، يعني 1 ملي سكند ديلي. الماوس بتاعنا بيجي بسويتشات من شركة اومرون بعمر افتراضي 20 مليون كليك. تعالوا بينا نسمع صوت الكليكات. تعالوا بينا بقى نخش على الوحش الكبير بتاعنا، وهو جلاديوس 2 كور. الماوس بيجي بتصميم مناسب لايدك اليمين بس زي ما انتوا شايفين كده، وفي موضعين للار جي بي، موضع هنا للوجو بتاع ار او جي وللبكره بتاعت الماوس. والماوس بتاعنا بيجي باللون الاسود اللامع مع وجود نقشه في الجناب برضو عشان تسهل المسح. ورجول الماوس لاحظت انها اصغر من هايبر اكس، بس رغم كده كانت بتلزق كويس قوي في البال، وده كان بيريحني الصراحه في المونتاج وفي الجيمنج. هتفهموا الموضوع مع تجربتي الالعاب بعد شويه. تعالوا بقى نخش على المواصفات. ايه يا باشا انت مستني مواصفات؟ لا ما هو احنا المواصفات قلناها فايبر اكس لو تفتكر، ودي صدمه بقى جديده. الماوس رغم ان الفئه السعريه مختلفه تماما الا انه جاي بنفس السنسور ونفس المواصفات تقريبا، فيعني ما تتكلمش تتكلمش هتفهم ليه في فرق سعر وليه كل حاجه في الاخر. تمام، فهو جاي بنفس السنسور يا جماعه وكل حاجه هي هي من حيث المواصفات الداخليه، بس هل ده معناه ان الماوس ما قدمش حاجات مختلفه وحاجات تديله ميزه على قد فرق السعر اللي موجود؟ تعالوا بينا نشوف. واول حاجه في الاختلافات هو رغم ان سويتشات الار او جي من شركه اومرون برضو الا انها بتيجي بعمر افتراضي 50 مليون كليك. تعالوا بينا بقى نسمع صوت الكليكات. تعالوا بقى نبدا نقارن بين الماوسين، وقبل ما نبدا مقارنه لازم اكلمكم عن السعر، لان هي دي المفاجاه الصراحه، وهي ان هايبر اكس بيجي بسعر 450 جنيه، اما الار او جي بيجي بسعر 650 جنيه، اه زي ما سمعت كده، في فرق 200 جنيه، ودي حاجه مش قليله خالص، حوالي فرق تلت السعر، فهل في حاجه مقدمها الار او جي مش موجوده في هايبر اكس؟ تعالوا بينا نشوف. رغم ان الماوسين بيجوا بنفس السنسور الا ان في اختلافات كتيره جدا بين الماوسين، واول اختلاف هو سويتشات الماوسات. هنلاحظ ان الهايبر اكس بيجي بسويتشات بعمر افتراضي 20 مليون كليك، اما الار او جي بيجي بسويتشات بعمر افتراضي 50 مليون كليك. تاني حاجه بقى هو الار جي بي، ولزي ما انتم شايفين كده ماوس الهايبر اكس الار جي بي موجود في مكان واحد بس، اما في الار او جي الناحيه الثانيه بيكون في مكانين، وده مش الفرق الكبير قوي. بعد استخدام شهر للماوسين لاحظت ان الار او جي مسكته مريحه اكتر وبريميوم في الايد،
ورغم ان الموسمين متقاربين جدا في الوزن، لان الهايبر اكس حوالي 87 جرام والار او جي حوالي 92 جرام، رغم ان في فرق صغير قوي في الوزن، لان لاحظت ان فعلا الار او جي اتقل، وده بسبب شكله الاكبر وطريقه مسكته اللي خلتني احس ان هو راسي قوي وانا ماسكه كده. تعالوا بقى قبل ما نخش على تجربه الماوس في الالعاب ونتكلم عن السوفت وير بتاع كل ماوس، اكلمكم عن حاجه تافهه كده بس مهمه قوي بالنسبه لي الصراحه، ما لقيتهاش في ار او جي ولقيتها في هايبر اكس. هو ان الهايبر اكس فيه زرارين للسنسيتيفيتي، واحد بيعلي واحد بيوطي، وانا بحب ده قوي في المونتاج وفي الالعاب لان الموضوع بيكون سريع لو انا عايز اسويتش ما بين دي بي اي والتاني. اما بقى لو انا عايز اعمل نفس الحركه في ار او جي هلاحظ ان الموضوع صعب شويه لان هو زرار واحد بس، فانت هتضطر ان انت تلف اللفه كامله. اكيد طبعا الناس اللي عندها موسات فاهمه الموضوع ده، تلف اللفه كامله عشان خاطر ترجع لنفس الدي بي اي اللي كنت فيه. فالصراحه انا شايف ان هايبر اكس تفوقت في الحته دي. طبعا حتى ملهاش اي ستيل لازمه بس لازم اقولها. في ميزه مهمه جدا موجوده في جلاديوس 2 كور، وهي انه ممكن يتفتح بكل سهوله عن طريق الاربع مسامير اللي جنب الرجول، فانت ممكن تشتري السويتشات من على امازون وتركبها بنفسك. هسيب لكم رابط السويتشات في الديسكربشن، واكيد طبعا روابط شراء الماوسات. اما بقى من حيث طول السلك والمتانه، فالماوسين بيجوا بطول 1.8 متر، بس لاحظت ان الار او جي السلك بتاعه امتن وممكن يستحمل لفتره اطول بكتير. ده مش معناه ان هايبر اكس ممكن يتقطع، بس فعلا ار او جي السلك بتاعها متين لابعد الحدود. تعالوا بقى نشوف تجربه الماوسات في الالعاب. طالما انت وصلت لحد هنا عزيزي المشاهد، فمبدئيا كده حابب احييك صراحة يعني، لان انت مشيت معانا كتير. تعال بقى اقول لك الخلاصه. لو انت عايز ماوس رخيص بيديك كل حاجه حرفيا، بيديك سنسور محترم، بيديك اداء حلو في الالعاب، في المونتاج، وزنه لحد ما كويس، بيديك كل حاجه كويسه، فانت تروح من غير تفكير لهايبر اكس. ما فيهوش اي عيوب يعني، انا ما لاحظتش صراحه ان في اي عيوب. هو عيبه الوحيد واللي موجود في الماوسين طبعا ان هو الاسود بتاعه اسود لامع، بيطبع شويه يعني، ممكن بعد مسكه او مسكتين تحس ان هو طبع على ايدك شويه، غير كده ما كانش فيه اي عيوب. اما بقى لو انت عايز ماوس حرفيا بيديك كل حاجه بس بيديها لك حلوه قوي، بيديها لك بيرفكت حرفيا، فانت هتلاقيها في الار او جي. سوفت وير محترم جدا، ماتيريالز محترمه، ماسكه في الايد وحجم اكبر شويه، كل ده هتلاقيه في الار او جي، والفرق ده كله مش ببلاش طبعا، في فرق 200 جنيه، فهل يا ترى ممكن تدفع 200 جنيه كمان عشان حبه الامكانيات الزياده دي؟ حابب اسمع رايكم في الكومنتات. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب القناه مره تشوفني، ولو عندك اي سؤال عن الماوسات او كده حاول ارد عليك في اسرع وقت. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم. والموسم اللي معانا هم ده والله ده زعزعي بيخرب بيت كده. والموسمين اللي معانا هم موسمين ايه؟ قول لي يا اسطى الموسمين ايه؟ يا ابني هايبر اكس الاول لازم اقول اسم الشركه. هايبر اكس اسوس ار او جي سوري ما اقولش كل الكلام ده، كنت بلاش على كده.